معنا حول الموضوع عبر الهاتف مباشرة من طرابلس المحلل السياسي أستاذ محمد دسنوسي، مرحبا بك. مرحبا بكم وبكل السادة المشاهدين. طبعا اسمي سنوسي إسماعيل. نعم. مرحبا بك سيد سنوسي إسماعيل، أهلا وسهلا. ما هي الفترة القانونية للفصل بشكل نهائي في مسألة الطعون المقدمة ضد بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات؟ طبعا مرحبا بكم وبكل السادة المشاهدين مجددا. بطبيعة الحال هناك العديد من السجالات لنقل القانونية في محاكم الاستئناف التي منيط بها الفصل في النزاعات حول الطعون المختلفة التي يعني تقدم ضد بعض المترشحين بمتهمين مثلا بمخالفة قانون الانتخابات الرئاسية أو بمخالفة القانون الليبي بشكل عام. طبعا هناك بكل تأكيد فصل في هذه الطعونات، هناك يعني يوم 30 كان يفترض أن يكون هناك نظر أو فصل في الطعونات يوم 30 اللي هو بالأمس، ولكن تم تأجيل هذا اللي هو الفصل من محكمة قبل محكمة الاستئناف إلى يوم الغد. وهناك طبعا إمكانية الاستئناف في الطعون يوم 3 ديسمبر القادم. نعم. لكي نصل في نهاية المطاف إلى يوم 6 ديسمبر الذي سيكون موعدا للفصل النهائي في كل الطعون وبداية الدعاية الانتخابية، بمعنى أن القائمة النهائية للمترشحين سوف تظهر يوم 6 ديسمبر، أي بعد 6 أيام من الآن. ماذا بشأن الطعن المقدم ضد خليفة حفتر بمحكمة الزاوية سيد إسماعيل؟ هذا طبعا يعني هو ممكن له يعني قيمة إعلامية لا أكثر، يعني لأن من ناحية القانون، قانون الانتخابات الرئاسية أوقف أي طعون ضد أي مترشح إلا في الدائرة التابع لها. الجنرال خليفة حفتر طبعا دائرة أو الموطن القانوني المختار له هو بنغازي، يعني دائرة محكمة استئناف بنغازي. بالتالي فإن رفع أو تقديم طعون ضد الجنرال حفتر يكون في محكمة استئناف بنغازي خارج دائرة محكمة استئناف بنغازي، لا قيمة لها ولن تؤثر على وضعه كمترشح في الانتخابات الرئاسية. نعم. كسؤال آخر سيد إسماعيل، كيف نفهم هذا الجدل الحاصل بخصوص الظروف المحيطة بعمل القضاة للفصل في هذه الطعون؟ بكل تأكيد الظروف صعبة جدا تمر في البلاد، ولكن طبعا لا نستطيع أن نتحدث هنا إلا عن محكمة استئناف سبها التي تعرضت ل يعني ضغوطات كثيرة جدا، ومنع القضاء من الاجتماع ومن النظر في اللي هو طلبات الاستئناف ضد الطعون التي قدمت، يعني بالذات الطعن المقدم ضد سيف الإسلام القذافي. فقط هي المحكمة استئناف سبها، والتي آخر ما رشح من مدينة سبها يقال أن المحامي سيف الإسلام قد تمكن من تقديم اللي هو الاستئناف، طلب استئناف ضد الطعن أو ضد قرار استبعاده من قائمة المترشحين. ولكن يبدو لي بأن من الصعب جدا على القضاء في محكمة استئناف سبها أن يعملوا في جو طبيعي وهادئ، لأن الوضع نعم من الصعب بصراحة. سيد يعني إسماعيل، من هي الأطراف التي تحاول الضغط طبعا على عمل المحاكم؟ هي أطراف متعددة، يعني لا نستطيع أن نتهم يعني شخص باسمه كسياسي، ولكن هناك كتائب مسلحة وهناك مجموعات مسلحة، يعني هي الأمر فيه نوع من الضغوطات على القضاء وعلى سير العدالة في الجانب القضائي فيما يتعلق بالانتخابات. لذلك الحقيقة بأن محكمة استئناف سبها هي في وضع ربما لا تحسد عليه، لذلك أعتقد بأن يعني لا تصور أنها قد تصل إلى يعني مستوى جيد أمني تستطيع من خلاله أن
تنظر في طلبات الطعن في قرارات الاستبعاد من قائمة المترشحين. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد إسماعيل سنوسي، كنت معنا مباشرة من طرابلس.